اليوم رح نحكي كيف فينا نكون حازمين بتصرفاتنا أو بقراراتنا، ويعني نكون عنا هيبة قدام أولادنا، مع العلم أنه الأولاد هنن اليوم عم يربوا أهاليهم، ولكن ضمن العاطفة. العاطفة يمكن هي أهم عطاء بيعطوها الأهل، وخاصة يمكن بأعمار صغيرة لحتى تكبر معهم. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. صباح الخير رهف. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن موضوعنا اليوم جدا مهم، لأنه أساسا نحن شعب عاطفي، يعني العواطف بتاخذ حيز كبير من حياتنا، بس اليوم في مسؤولية أمام الأهل مع تربية أطفالهم. كيف فينا نعرف الجانب العاطفي اليوم من خلال التربية، وكيف نلعب على أساسه بس بطريقة صحيحة؟ العاطفة بتبدأ بالحب لكن تنتهي بالمودة وبتستمر. العاطفة من أمتى بلشت عند الأبوين؟ من وقت ما بلشوا اختاروا بعضهم. لما اختاروا بعضهم بلشت الحياة العاطفية تبعهم، بلشت الحب، بلش المشاعر. بعدين بس فاتوا بالحالة، خلينا نقول بالحياة الزوجية، هم بقى بلش بقى شو الصدام بيناتهم، الخنار. تمام. أوكي. طيب، فبلش بقى بينقلب هذا الحب إما لا حالة من الكراهية، حالة من العنف، حالة من الاضطرابات، أو بالعكس بتلاقي صار في انقلب لمودة ورحمة بيناتهم. طيب، نحن دائما كأسرة لازم دائما نركز على كيف بده يكمل حياتنا على أساس مودة ورحمة. تمام. الحب هو شيء أساسي أكيد، لكن شو تعرف الحب؟ الحب مو بس مشاعر، مو بس نحكيها كعبارة، إنما تكون بحياتنا الأسرية. طيب، بالبداية منلاقي إنه الأزواج بس يفوتوا على العمل، خلينا نقول بالحياة الزوجية بلش بقى، يا أما حيكون في بيناتهم احترام، أو تلاقي شوي شوي بلش هذا الاحترام يختفي. الكارثة وين بتبلش؟ عندما بصير عندهم أولاد. لما ببلش الأولاد وبلشوا بيكبروا، خلينا نقول حتى ببلشوا بيوعوا. إمتى ببلشوا بيوعوا الأولاد؟ على تقريباً عمر سنتين ثلاث سنين ببلشوا بيلقط كل شيء. كل التفاصيل. يعني أوقات كتير في أهل مثلاً، أو مثلاً اثنين متزوجين دائماً في بيناتهم خناق ومشاكل، فأوقات كتير مثلاً الأم تلاقيها مثلاً ماسكة التلفون عم تحكي مثلاً لرفيقتها، عم تحكي لحدا عن مشاكلها. تمام. والأولاد صغار، يعني على أساس أنه هن ما بيفهموا. تتفاجأ بعد سنة بتلاقي إنه البنت عم تحكي مع أبوها بنفس الطريقة اللي أمها عم تحكي عنه، فصار يعني تستغرب هذا الموضوع. طبعاً كتير مهم نحن لازم ننتبه لهي القصة. طيب، شو لازم نسوي؟ أنت بجوز هلأ حالة معصبة منه عم تحكي هيك عليه، بس صحيح. تأثيرك عم يكون على شيء مو صح. قديش عم يأثر هذا الشيء نفسياً على الأطفال؟ يعني عم يكون الأطفال عم يصير في عندهم حالة من الدمار. يعني الدمار النفسي هو كارثي. لما الابن او البنت لما عم يشوفوا اهلهم دائما عم يتخانقوا، دائما في كلمات نابيه بيناتهم، دائما في قتال خناق على ابسط المواقف، هم بقى حيتعلموا من هذا الموضوع. يعني حيصير الولد هو شخص عنفواني، شخص بحب حتى بصير بتنمر على اهله، بصير هو بينقل الكلام يلي هو عم يسمعه بتفاصيله، بصير برجع بيقول لهم ياه. ما بتلاقي غير صاير يعني حالة من الشجار بين الأهل وبين الأطفال. هو نتيجته شو؟ نتيجته إنه الأب والأم ما عم يعرفوا يتعاملوا مع بعض. طيب، كيف بدهم يتعاملوا مع بعض؟ حبلش بقصة. في طفل إجا من المدرسة، لقى أمه مساوية أكل معين، كان نوع من المعجنات، فكان الأكل شوي محروق، فلما الأم حطته على الأكل الولد ما رضى ياكله، يعني انه محروق، حاطين لنا اياه محروق. يعني اجى الاب اكل وشكره. الولد استغرب كثير، يعني انه انت ما بتحب المحروق، لكن الولد متعود انه في احترام حتى على طاوله الطعام، فما حكى ولا كلمه. بس خلصوا اكل راح لعند ابوه ساله، قال له بابا يعني انت بعرفك ما بتحب الاكل المحروق، يعني وبتحب يعني الاكله تكون راكزه، انت شلون يعني اثنيت عليها؟ يعني قال له امك يا ابني طول النهار تعبانه وهي عملت جهدها. قال له فانا لازم اشكرها، حتى يعني اكيد هي مو بقصدها حرقتهم، يعني ممكن صار في خلل معين صار عندها. انا اذا ببلش بخانق وبعيط على هذا الموضوع هي ما بتطبخ لي بحياتها، او حيصير في شجار. طبعا هذا الولد تعلم من هذا الموقف البسيط
تعلم كيف الإنسان لازم يتعامل مع الأشخاص، كيف بتكون الحياة العاطفية ضمن الأسرة. طبعاً هذا الطفل لما بيشوف الأم، حتى أول ما ببلش بيجي الأم بدل ما كت عليه بالخنايا والمشاكل يلي عندها، فبتقول له الله يعطيك العافية، بتثني على شغله حتى لو كان معصب، بتهدي، ما دغري بتظهر له شو في عندها مشاكل. هون بقى الأولاد كلهم عم يراقبوا، الأولاد بفترات خلينا نقول من أول ما ببلشوا بيوعوا لحتى يكبروا عم يخزنوا لحتى بعدين بتلاقيهم بحياتهم، إن كان بحياتهم الدراسية، حتى بتأثر كتير على الحياة الدراسية، بتأثر على تحصيلهم العلمي، بتأثر على عملهم، بتأثر على حياتهم بعدين لما بدهم يتزوجوا. يعني هذا الطفل لما بيعيش ببيئة خلينا نقول محترمة، فيها احترام، فيها عاطفة، فهو أوتوماتيكلي لحيعطي زوجته، لحيعطي أولاده، لحيعطي كمان رفقاته بالعمل، مديره، عمله، لحيكون الإنتاج بشكل أفضل، حيأثر على المجتمع كله. فهون كتير مهم إنه الأهل ينتبهوا كتير لتصرفاتهم. أوقات كتير مثلاً بيقولوا لي إيه شو يعني بنمثل، ما بنعبر عن مشاعرنا؟ لا، عبروا عن مشاعركم بطريقة، لكن بطريقة محترمة. خلينا نقول ليش لازم يعني اثنين إذا تزوجوا لازم خلص يفتحوا وينشروا غسيلهم الوسخ قدام حالهم، قدام بعضهم، قدام حالهم حتى. فكتير مهم الإنسان إنه ينتبه لهذا الموضوع ويبلش يركز على أدق التفاصيل. معلش، لما نحن الإنسان ليش بيتزوج؟ مشان يكون أسرة. طب شان يكون أسرة؟ هل نحن ما نكون أسرة مدمرة؟ لا. إذا أنت شخص حابب تكون أسرة مدمرة لا تتزوج. إذا أنت أو أنت ما عندك القدرة على أنه تعطوا عواطف للآخرين بطريقة محترمة، أنه يكون في احترام متبادل بيناتكم، لا تتزوجوا، لأنه المجتمع عم يتدمر. أسباب تدمير المجتمع هو الأسرة. صحيح. لما الأسرة بتلاقيها إنه هي ما في أي تفاهم، الولد لما عم يروح على المدرسة عم يتخانق هو ورفقاته، عم يصير مشكلجي أكتر، لما عم يطلع لبرا، عم يطلع على العمل، عم يطلع بتلاقي ما في، عم يصير بعدين شخص يا إما عنيف أو ممكن يكون مجرم. يعني أسباب دائما مثلا بيرجعوا للأسباب إنه الشخص طلع مجرم أو حرامي أو شو الأسباب؟ أسباب هي من العائلة. صحيح. والأهل كمان لما بتلاقي مشكلة معينة عند أولادها فلازم دغري تتلافاها. نعم. يعني إذا لقيت هذا الولد مثلا عنده مشكلة بالمدرسة، عنده عنف، عنده، ما تقول يلا خلاص وبتمشي الأمور، أبدا هذا الموضوع ما لازم يفكروا فيه. نعم. دغري من الحل المشكلة، ما نأجلها، لأنه إذا أجلناها لح تتفاقم. فحتى هاي الاضطرابات النفسية بالعائلة بتخلي الولد حتى تلاقيه بلش إنه يعيش حياته بخلايا، حتى ببلش بيسرق من أهله. كمان حالة السرقة كتير كمان هلأ، أنه الأولاد عم يسرقوا من أهلهم، طبعاً نتيجة في اضطرابات معينة عند هذا الولد. فنحن كتير مهم لازم كأهل أنه نركز على هذا الموضوع. نعم. لهفا خلينا نحكي عن العقاب وعن المكافأة، قديش مهمين أيضا. يمكن كتير في أمهات بما أنه هن أكثر احتكاكا مع أولادهم ما عندهم أسلوب العقاب، وإذا بدهم يعاقبوا بعد شوي بيقولوا لا حرام، بيروحوا بيراضوا للولد. وفي أمهات بالعكس تماما، العقاب بيكون قاسي جدا 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 وممكن يأثر على نفسية الطفل لبعدين. خلينا نحكي كيف طريقة العقاب لازم تكون اللي فيها عاطفة، وإذا أجع اعتذر الولد نحن منقبل ولا لا، منعطي مدة زمنية، منعاقبه بشي بخوف وبيعمل له ردة فعل، كيف بدنا نرجع نراضي؟ بس خلينا نحكي بهذا الموضوع. كتير مهم أنه نحن ما نعتبره كعقاب بمعنى عقاب. نحن لازم نحط قوانين وقواعد بالمنزل. لما يكون في قواعد بأي مكان، حتى نلاحظ يعني نحن بأي دولة لما بيكون مثلا في قوانين سير وبتكون مثلا صارمة، فبتلاقي الناس كلها عم تمشي يعني ضمن هاي القواعد وضمن هاي القوانين. فنحن حتى بالبيت لما بنشتغل على قوانين واضحة وقوانين تكون خلينا نقول مو تكون يعني فيها صعوبات وفيها تعجيز، تمام. فلكن دائما لما الطفل بيغلط فلازم يصحح غلطه، هاي أول شيء، تمام. لازم يكون طبعا العقاب ما لازم يكون جسدي، يعني اوقات كثير الاهل دغري بتلاقي مسكت وضربت من التعصيب تبعه. طبعا اسباب ليش الام اكثر شيء او حتى الاب ليش بيضربوا، يعني خلينا نرجع لهي القصه، وليش بيعاقبوا بطريقه عنفوانيه، لانه هن بالاساس بيكون في مشكله بيناتهم. لما الاب بيعصب من الام
فالولد بيعمل مشكلة فما تلاقيه غير قام وضربه فشت خلقه فشت خلق صحيح. هو ما عم يعلم الولد، هو ما عم يعاقب الولد، هو عم يعاقب الأم. هذا كله مرتبط بالعاطفة طبعاً. يعني كيفيني طبعاً. أنا أتعامل بذكاء عاطفي أقدر أضبط أعصابي صحيح. وبنفس الوقت كيفيني يعني يكون ساهم بإنشاء طفل سليم نفسياً وعاطفياً. يعني اليوم مسؤولية كتير كبيرة تقع على عاتق الأهالي ضمن كمان ظروف استثنائية وصعبة، يعني ما فيني حملهم اللوم زيادة. بس قديش فيني مع بداية العام الجديد فعلاً أعمل كنترول واستخدم العاطفة بطريقة صحيحة؟ هلأ يا ريت كل حدا الأب يقعد لحاله بينه وبين حاله، والأم تقعد بينه وبين حاله، تا يعملوا جرد على الإنجازات يلي عملوها خلال هاي السنة بحياتهم العاطفية بحياة الأسرية. فهي شغلة كتير حلوة، نشوف شو الشغلات الجيدة اللي عملوها وشو السلبيات. خلينا نشوف كمان السلبيات، هل الأب كان عم يهرب طول الوقت؟ هل كان تارك الأسرة يا دوب مثلا بيجي ساعة زمان بياكل وبينام؟ عم يعيش حالة هروب؟ هل الأم عم يصير عندها حالة تعصيب وخناق وما عم تحسن لا عم تسيطر على المواقف اللي عم تصير معها لا مع أولادها ولا مع حياتها ولا مع الزوج؟ فهون كل إنسان يقعد يراجع حاله ويقيم هاي السنة، يقيم حاله خلال 2021 ويحط مخطط. شو هو المخطط؟ أنه أنا على الصعيد العائلي، على الجانب العائلي شو الأهداف اللي بدي حطها؟ أوكي أنا لازم زبط وما يلوم، دائما نقول الحق على الثاني. إذا هو ما تصلح أنا ما حغير، إذا هي ما تصلحت لاحظوا كلمة تصلحت، أنا هذا يعني متغيرت تصلحت هي لازم تنصلح، هو لازم. طب ليش دائما بنعتبر يعني الزوج يفترض انه هو يكون رجل، شو يعني رجوله؟ انه هو يعرف استيعاب الاخر. طيب انا بستوعب بتحمل، ما مو بس قصه تحمل، قصه كيف انا بدي ساعد الاخر لحتى يتغير. هي ما بدها تتغير، ما في شيء الانسان ما بده يتغير. دائما في شيء في معامله، الزوجه لما بتشوف زوجها بلش يتعامل معها بطريقه لبقه، بطريقه محترمه، لقيته هو بلش يتغير، شوي شوي هي بتتغير. صحيحة، ونحن أكيد بدنا نتمنى بالعام الجديد كل الأسر السورية يعم فيها السلام والهدوء والسكينة، وهالظروف تكون خفيفة علينا ويكون عنا أمل أنه اللي جاي أحسن لحتى نأسس أسرة يلي هي أساس المجتمع. مثل ما ذكرتي حضرتك رهف تسمح، شكرا كتير لإلك وشرفتينا. شكرا لكم، صباح الخير. يعطيكي ألف عافية. ويمكن هي مسؤولية كبيرة اليوم تقع على عاتق الأهالي، ظروف صعبة واستثنائية عم نعيشها، لكن دائما اليوم ضمن هي الظروف بنقدر نلاقي فسحة لنا ونقدر نتحدى كل الظروف. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.